للمزيد حول ما نشرته وكالة الأناضول عن القبض على شبكة تخابر تعمل أو شركة تخابر تعمل لصالح النظام في طهران في تركيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والصحفي التركي مصطفى أوزجان. سيد مصطفى، بداية مرحبا بك. بحسب وكالة الأناضول، الأمن التركي يوقف شبكة مخابراتية لاختطاف المعارضين الإيرانيين، ألا يعد ذلك خرقا من إيران لأمن حليف مهم لها كتركيا؟ نعم طبعا، إيران تتصيد أصلا في المنطقة المتواجدة خاصة في سوريا والعراق واليمن وكذا لبنان، وأيضا هناك نشاطات ملحوظة بالنسبة للمخابرات الإيرانية في تركيا. طبعا مخابرات تركيا تتعاقب خلايا الموجودة في تركيا، هم طبعا يبحثون عن المعارضين في تركيا. يمكن أيضا أن يحلل أو يعلل أنهم أيضا ربما يريدون بعض متصلين بمصر أو مصالح إسرائيلية، ولكن حتى الآن لم تظهر هناك أي أصلا أي إشارة عنصر أنهم يعني يعاقبون عناصر مصر أو عناصر إسرائيلية، ولكن هم يعاقبون المعارضين الموجودين في تركيا حتى يتم خطفهم إلى إيران وسجنهم هناك. هذه العمليات سيد مصطفى يعني تتكرر من وقت لآخر، ماذا تقصد إيران من تنفيذ عمليات حساسة كهذه على الأراضي التركية؟ والله لا تحترم إيران، لا تحترم أصلا سيادة تركيا، لو احترمت سيادة تركيا لما تعاقبت عناصر المعارضة بالنسبة لإيران ربما تطلب من السلطات التركية إعادتهم إلى إيران. تركيا لها حق رد أو لا رد، ولكن دون إنذار للسلطات التركية هي تعاقب المعارضين وتقتلهم أو تخطفهم إلى طهران أو إلى إيران، هذا غير مقبول، وهذا طبعا إخلال وانتهاك لأمن القوم التركي، وأيضا عدوانية صافرة بالنسبة لسيادة تركيا. لذلك كثرت في الآونة الأخيرة القبض على مثل هذه المجموعات متصلة بالمخابرات الإيرانية، يعني نتمنى أن تتلقى إيران درسا من هذه التعقيبات التركية مخابراتية وأيضا أمنية تجاه خلاياها. هذه العمليات سيد مصطفى إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على علاقة تركيا بالنظام الحاكم في طهران؟ والله لابد أن تحتج تركيا طبعا لما يحصل من قبل السلطات الإيرانية، لهم يد طولة داخل تركيا. تاريخا أيضا قبل يوم السلطان سليم كان هناك صف بياض، كان لديهم هشوط، كان لديهم نشاطات كثيرة داخل أناضول، وأيضا يعني في الآونة الأخيرة بعد الثورة في إيران لهم يد طولة في تركيا، حتى كان يتم طبعا دعوة بعض بكتاشيين أو رؤساء العلويين إلى طهران، ما بث هذه المعلومات أصلا مصادر علوية مع بعض العلويين، هم الذين أصلا تصدوا أو صرحوا لما فعلت إيران في داخل تركيا. إذن هناك مخاطر بالنسبة للنشاطات إيرانية في تركيا، ليس فقط جذب بعض العلويين إليها أو بعض السنيين العلويين وغيرهم إليها، ولكن أيضا تعقيب لمعارضين موجودين في تركيا وقتلهم وخطرهم إلى إيران، هذا طبعا يلزم العلاقات بين الطرفين. البعض يقول بأن هذه ممكن أن تكون ورقة ضغط لصالح تركيا ضد النظام في طهران، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ لا يعني لا أعتقد ذلك، لا هناك نشاطات ملحوظة من قبل إيران، حتى كانت تركيا تغض النظر عن هذه النشاطات لكي لا تسوء العلاقات بين الجانبين، لأن هناك ارتباطات اقتصادية وسياسية وغير ذلك مع طهران. تركيا تريد أن تحافظ على شعار المعاوية مع طهران، ولكن هم الذين يصيرون يتعنتون ويصيرون
لمواصلة مثل هذه النشاطات غير المرغوبة من قبل تركيا. إذا تركيا تتخذ تدابير صارمة لنشاطات إيرانية حتى لا تتضرر مصالح أمن القوم التركي أو مصالح تركيا وأمن القوم التركي. من إسطنبول الكاتب الصحفي التركي سيد مصطفى أوزجان، شكرا جزيلا لك.